السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أجمل إخواتي؟ عاملين إيه؟ رجعت لهم بدرس جديد وعنوان الدرس أنا زعلان أوي أوي ومش قادر. أسعار السوق الجمعة اسكندرية، أسعار السوق الجمعة في اسكندرية النهاردة يا جماعة أنا متضايق بجد، متضايق من اللي انا شفته بعينيا. والله العظيم انا نزلت السوق وشفت حاجات. يعني قبل ما اتكلم، لو مش مشترك عندي يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان اوصلك من كل جديد، وتديني تعليم حلو منك كده وتقول لي ايه رايك في اللي انا هقوله، وانتقد براحتك اللي انت عايز تقوله قوله، وانا اتقبل منك كل حاجه. عشان اعجابك ده تعليق ليا بيشجعني ان انا استمر في اللي انا بعمله دوت. ويلا بينا نبدا الدرس يا جماعه. النهارده 16/7/2021، النهارده الجمعه. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. فاضل 3 ايام على العيد يا جماعه، والنهارده نزلت السوق بجد. يعني انا متضايق وزعلان يا جماعه. انتوا زي ما الناس عارفين بتوع اسكندريه كلهم، الناس اللي بتنزل سوق اسكندريه. سوق اسكندريه عباره عن ايه؟ عن الشارع اللي على الترام، بعد كده تخش ايه؟ تخش السوق جوه، عند اول سوق الحمام كده وترجع. هو ده السوق، مش بحر زي ما انتوا واخدين بالكم. الناس اللي عارفه السوق، دخلت السوق طبعا زي ما انتوا شايفين على الترام، حمام كلها بتبيع حمام، محدش بيبيع حاجه، كله فارش بحمام. تمام، خش لك سنه من اول الشارع بتاع السوق كده، عصافير شمال ويمين، عصافير كده. يعني مش هقدر اقول لكم، الناس صعبان عليا طول السنة. حضرتك بتفرخ وطالع على مؤاخذة عينك، بتفرخ وتروح تسلم للتاجر وانت حاطط رجلي على رجلي. النهارده الناس نازلة بالطير بتاعها، مفيش حد بيشتري ولا بيبيع، ولو حد بيشتري بيكرهك في نفسك. الفرخ اللاتيني يا جماعة، والله العظيم فرخ اللاتيني. النهارده الناس اللي بتتكلم في القص، يعني الناس اللي بتكسر في الحاجة، مش تجار، ناس سريحة بتكسر في الحاجة، بتقول لك القص ب 3 الا ربع. هي 3 الا ربع يا جدع، حرام عليك يا جدع، ده كان من اسبوعين ب 3 ونص، 3 الا ربع يا جدع، انت حرام عليك. 75 جنيه تشيل، نقصت 75 جنيه الراجل ده. انا بقى الناس بتاكل وبتشرب التيل يا جدع، التيل لا يا جدع، حرام عليك. انتوا في الناس ماسكه الاسطرانيات رايحه جايه بيها، ما حدش بيشتري ولا بيبيع، واللي عايز يشتري يقول لك 20 جنيه الحته، القص ب 50 جنيه. يا عم انت بتهزر يا عم، انت في الدنيا رايحه في 60 داهيه خالص يا جماعه، في ايه؟ مش كده؟ حرام حرام بجد والله. انا مش فارق معايا اللي انت، انا صعبان على اللي بيربي. اللي ربي ده شقيان، بيجيب اكل وبيحط اكل طري وبيطلع نظافه واكل وشرب، والتاجر اللي مؤاخذه قاعد حاطط رجلي على رجل، وانت اللي بتروح تديله حد عنده. مفيش كده يا جدعان. انا مش عايز اتكلم على الاسعار، انا الاسعار لو كانت تحت وجع لكم بطنكم، فمش عايز اتكلم في الاسعار. فانا خلينا نتكلم في احداث سوق الجمعه. يعني الاحداث، الجو حر وفرهضه، واللي بياخد معاه طير بيموت من الحر ده. يعني الله المستعان، ما تنزلوش اسواق يا جماعه. والله العظيم ممكن في صفحات كتير على النت، ودلوقتي ما شاء الله الناس كلها بتعمل صفحه باسم منطقته او باسم بلده. هتلاقي ايه؟ كتير اسكندريه، هتلاقي غواي القاهره، غواي المنصوره، غواي دمنهور، غواي شبر، غواي الجيزه، غواي ما اعرفش فين، كل منطقه عامله غواي يا جماعه. خش اعملوا جروباته وبيعوا واشتروا من بعض، احسن من الاسواق. والله العظيم التاجر ده هو اللي هيجري وراك بعد كده. عايز يستيرك، حرام، اقسم بالله العظيم حرام. انت بتجيب قص زي اللي قدامك ده، يطلع لمؤاخذه عينك قبل ما يشتغل. انت قبل ما يشتغل بيطلع عينك، بيذلك قبل ما تمسك منه فرخ. وانت طول ما الفرخه بتاكل مع الاهالي وتساعد معاهم، وكلهم عايشين، وكل يوم بتبصمات وغله منقوعه، وانت طبعا حضرتك مش واخد بالك ان البلكم ب 18 جنيه و17 جنيه والفرارس ب 20 جنيه. ليه؟ 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 ليه الاسعار الفلكيه دي؟ وتيجي تبيع الفرخ يقول لك الحته ب 100 جنيه. والله العظيم واحد النهارده قدامي بيقول لي حته اللاتيني، هو مش بيبيع ده، هو عايز يشتري ب 100 جنيه. وانا قلت له التيل لا، 100 جنيه يا جدع التير. لا، هو احنا بنلاقي التير يا جماعه؟ انا مش عايز اقول اسعار، والله العظيم انا كلمه اسعار هتضايقكم والله، وتضايقني اكتر من انا متضايق. الواحد مش شاف يوم النهارده في السوق بجد. انا قعدت من الساعه 8 الصبح لحد الساعه تقريبا الساعه 10، هم ساعتين اللي قعدتهم في السوق. الساعتين دول
شفت شويه اصل انا كنت نازل اجيب لكم تقرير، اعمل لكم تقرير للعصافير، بس مش مستاهله والله العظيم، مش عايز اقول لك التقرير. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ما تضايقوش مني لو انا عكننتكم. كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم وعلينا يا رب. ومش عارف مش عارف اقول ايه والله العظيم. كان نفسي اقول لكم الاسعار زي ما كاتب في الاول فيلم التقرير، تقرير باسعار سوق العصافير بتقرير النهارده. مش عايز اقول الاسعار، ما حدش يزعل مني ان انا كاتب عنوان وبقول حاجه تانية، لان اللي انا شفته في السوق النهارده حرام 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 بجد، اقسم بالله العظيم الناس بتشقى، والله العظيم الناس بتشقى. معلش يا جماعه انا كنت طولت عليكم، بس انا عشان انا بفرخ، انا بفرخ كتير، والطير ده انا بفرخه وبيطلع عيني فيه عمال بفرخه. حرام حرام يعني بعد ده كله يروح كده. الله المستعان. اشوفكم في درس جديد ان شاء الله، ولو مش مشترك عندي يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس، ولو قول لي رايك في اللي انا قلته، وعلق لي في حط لي تعليق جميل منك كده. ولو عايز اي حاجه، اي تعليق او اي حاجه معينه في الكوكتيل، تاكيل علاج اي حاجه انت عايز تفهمها، حط لي في التعليق وانا هرد عليك ان شاء الله في اقرب وقت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.